أولا يعني مساكم الله بالخير، وسعيد بتواجدكم معي في هذا البث الليلة. وأنا اضطررت أني أقدم البث، لعندي التزامات أخرى في أوقات المعتادة للبث، فارتأيت أني أنا أقدمها بعد صلاة المغرب مباشرة. لا يخفى عليكم أيها الإخوة والأخوات أن يعني يوم الخميس تم الإعلان عن اتفاقية السلام وبين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الاتفاقية يعني مثل ما يقال حركت المياه الراكدة، أوجدت حراك، ما نقول حراك إقليمي وإنما أيضا حراك دولي، ووجدت مباركة شعبية داخل الإمارات وفي المنطقة العربية ورسمية من الدول إقليميا وعالميا، لأن هذه المبادرة الحقيقة وهي اتفاقية السلام جاءت في وقت يعني وصلت أزمات المنطقة إلى طريق مسدود. وطبيعة الاتفاقية السلام هذه فتحت آفاق جديدة، والإمارات كعادتها تحدثت بكل شفافية عن هذه الاتفاقية وأعلنتها وتحدثت عن تفاصيلها. القضية الأساسية اللي أود أن أقولها أن نحن دولة الإمارات منذ نشأتها دولة مشروعها السلام ونهجها السلام ومبادراتها دائما تدعم السلام. هذا الأمر الأول. الإمارات منذ نشأتها دولة ودعمت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودعمت كل المواقف العربية ودعمتها بالأفعال وليس بالأقوال. مواقف الإمارات المساندة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية جسدتها أفعال حقيقية وليست شعارات أو بيانات. المواقف الإماراتية المساندة لكل المواقف العربية اللي تمثل الإجماع العربي يشهد بها القاصي والداني. الإمارات لم تكن في يوم من الأيام خارج الإجماع العربي أبداً، بل التحرك الإماراتي الحقيقة جاء عندما وصل الأمر إلى طريق مسدود. هناك مبادرة قدمتها الدول العربية اللي هي المبادرة العربية للسلام بإجماع عربي، وأصبحت هذه المبادرة على المحك أنها لن تكون قابلة للتطبيق، واللي كانت تتبنى مشروع الدولتين اللي أصبح على الرف، والخطوة الإسرائيلية اللي كانت ستقوم بها القيادة الإسرائيلية ستجعل مشروع حل الدولتين غير قابل للحياة. هنا القيادة الإماراتية اتخذت قرار أنها تحرك المياه الراكدة، أنها تطلق مبادرة، أولاً تدعم الإجماع العربي فيما يتعلق بمبادرة السلام العربية، ثم تحيي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس اللي تضمنتها المبادرة العربية للسلام واللي قبلت بها السلطة الفلسطينية وعملت على أن تحققها ولم تتمكن. لذلك جاء التدخل الإماراتي. طبيعة الإمارات لما تتحرك تتحرك بجدية وتتحرك بوضوح وجلاء وتوظف كل إمكانياتها لإنجاح هذا التحرك، أولا لنشر السلام في المنطقة. أيها الإخوة والأخوات، المنطقة منطقتنا عانت من الحروب، عانت من الصراعات، عانت من التطرف، عانت من الإرهاب.
شعوبنا أصبحت ضحية لقيادات سياسية كانت تتاجر بقضاياها. تأملوا أنتم الآن كم فلسطيني في المخيمات إلى الآن، كم من أشقائنا الفلسطينيين يعيشون في المخيمات؟ ملايين. كم من الأشقاء السوريين تركوا منازلهم ويعيشون في المخيمات داخل سوريا وخارج سوريا؟ أكثر من 12 مليون. كم من أشقائنا العراقيين عانوا من ويلات الإرهاب طيب والحروب؟ كم من أشقائنا في اليمن، في ليبيا؟ طيب، فنحن الآن لما نتأمل هذه العقود الطويلة اللي مرينا بها، شعوبنا كانت ضحايا صراعات، شبابنا لم يكن يجدوا يعني أفق لأمل يفتح أمامهم الحياة الكريمة، كانوا يجدون خطاب غوغائي طيب يجعلهم ضحايا، يستغلهم، يتسبب في سفك دمائهم، وفي النهاية من الخاسر؟ نحن كلنا خاسرين. ولذلك جاءت اتفاقية السلام اللي تبنتها الإمارات بوضوح وجلاء أننا نريد هذه المنطقة بأسرها أن تنعم بسلام، أن تنعم بأمن واستقرار ورخاء. نحن في الإمارات مشروعنا للعرب وللمنطقة وللعالم أننا رسالتنا رسالة سلام، رسالة تعايش، رسالة محبة، رسالة أن نريد من الجميع أن ينعم بما تحقق في الإمارات لنا نحن من مواطنين ومقيمين، من أمن واستقرار ورخاء وازدهار ورفاهية. نريد أشقائنا بدل أن يعيشوا في المخيمات على المساعدات طيب أن تفتح لهم آفاق أن يعيشوا حياة كريمة، أن يجد كل واحد وكل واحدة من أشقائنا الفلسطينيين أمامهم مجال أن يبدعوا طيب وأن يحققوا آمالهم وطموحاتهم، وأن يكون لهم دورهم الوطني في بناء دولة فلسطينية تكون مفخرة لكل فلسطيني ولكل عربي. ولهذا جاءت المبادرة هذه الإماراتية. طيب، أنا أقول لكم سعيد جدا أن هذه المبادرة وجدت مباركة ودعم إقليمي، أول شيء إماراتي، خليجي، عربي ودولي. طبعا حد سيأتي من يقول طبعا دكتور أنت ما تشوف المعارضين؟ لا، أنا أقول الحمد لله هؤلاء عارضوا. من عارضنا؟ من عارض اتفاقية السلام هذه؟ الحمد لله أن أول من عارضها أردوغان. طيب، وظهر على الملع. أنا من أكثر الناس سعادة وبهجة أن أردوغان نطق وقال هاي اتفاقية السلام طعنة غدر. تعرفون لماذا أنا سعيد؟ حتى يعرف الغوغاء العرب الذين يخدعهم أردوغان ويتاجر بهم منطق هذا الرجل. هذا الرجل طيب عنده سفير في إسرائيل وعنده سفارة في أنقرة، طيب لا، وعنده تبادل تجاري واستثمارات، بل أكبر مورد للذخيرة لإسرائيل تركيا والمصانع التركية. بعد طيران العالي الإسرائيلي أكثر طيران طيب له رحلات إلى مطار تل أبيب هو الطيران التركي. أنا سعيد أن عارض حتى يعرف هؤلاء الذين يدافعون عن هذا الرجل وعن مشروع التدمير والتخريب في المنطقة العربية، يدركوا كيف أن هذا يحتقرهم، يزدريهم، يستخف بهم، يستخدمهم أدوات وضيعة طيب لخدمة إيش؟ لخدمة أجندته. أنا سعيد أن يظهر واحد مثل حاكم المطيري هذا الإرهابي التكفيري طيب وينجد بالاتفاقية من تركيا يعيش هناك، يعيش تحت حماية أردوغان وتحت رعايته ويخمه. طيب، أنا سعيد أن هذا عارض
أن هذا شخص لا يريد للعرب إلا الدمار، هذا رؤيته رؤية ظلامية، هذا شخص طيب يدعو أبنائنا للذهاب لما يسميه هو الجهاد، وهو يعيش في فنادق يتاجر بدماء وأرواح أبنائنا بمظلة ما يسمى الجهاد، وهو يعيش رفاهية، يستغل المساعدات اللي يقدمها له بعض السذج حتى يعيش هو حياة رفاهية تحت مسمى دعم الجهاد. طيب أنا سعيد جدا أن تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي اليوم نسق مظاهرات ضد بعض السفارات الإماراتية. أنت لما يأتي يعارضك هؤلاء طيب المنتمين لجماعات إرهابية، تعرف أنك على طريق الصحيح. لما يعارضك الإرهابي تعرف أن أنت لما قلت اتفاقية سلام ونهجنا نهج السلام وأننا نريد أن نجلب للفلسطينيين خاصة وللعرب عامة، طيب نريد نجلب لهم مشروع للحياة الكريمة، مشروع للرخاء والازدهار بديل عن مشروع الدمار والخراب الذي يتبناه هؤلاء أتباع تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي. ولذلك سعيد جدا أن يأتي واحد اليوم مثلا النفيسي أعلن أنه سيقوم ببث لكي يتحدث عن هذه الاتفاقية وعن خيارة الإمارات. لا، ماذا قال؟ يعني يفتخر يقول أنا من أكثر من 25 سنة تنبأت بأن الإمارات ستفعل هذا. طيب أنت ما تنبأت باللي يحدث في بين تركيا وإسرائيل؟ ما تنبأت باللي يقوم بالنظام القطري طيب في أن يجعل الأزمة أزمة التضحية بالشعب الفلسطيني وبمعاناة الشعب الفلسطيني قضية مستمرة؟ أنت ما شفت يا عبد الله نفيسي، ما شفت بيريز في التسعينات بعد ما حكم محمد بن خليفة بعدة أشهر يتجول في الدوحة؟ ما تنبأت بهذا؟ قبل 25 سنة تنبأت أن الإمارات في 2020 بتوقع اتفاقية سلام؟ أنا سعيد جدا أن هؤلاء هم الذين يعارضون الإمارات، هؤلاء هم اللي يعارضون مشروع الإمارات للفلسطينيين وللعرب وللعالم، لأن هؤلاء سهل معرفتهم، سهل معرفة أجنداتهم. طيب لا يريدون الخير لا للفلسطينيين ولا للخليجيين ولا للعرب، هؤلاء فكرهم فكر ظلامي. طيب النفيسي لما تتأمل ماذا قدم للكويت، ماذا قدم للخليج، ماذا قدم للعرب؟ شخص يعاني أزمة داخلية، يبحث عن دور بطولي، يريد أن يظهر أمام الجميع بأن المفكر المبدع والمنظر، فشل عندما كان شيوعي، وفشل عندما كان قومي، وفشل عندما كان اشتراكي، وفشل عندما ذهب إلى الخميني، وفشل عندما التحق بجهيمان، طيب وفشل عندما نصر الإخوان المسلمين. ولذلك تسويقه هو ما يقوم به الإخوانجية. لماذا؟ لأنه دمية من الدمى اللي تستخدمها المخابرات القطرية، والآن أيضا تستخدمها المخابرات التركية. لماذا؟ لتمزيق العرب، للطعن في أي مشروع تنموي للأمة العربية. ولهذا القضية الآن قضية واضحة، نحن خلال يومين وجدنا أن العقلاء في كل مكان باركوا هذه المبادرة، وبل أقولكم البعض يقول شفتوا الفلسطينيين حرقوا العلم طيب وفعلوا. هؤلاء لا يمثلون الشعب الفلسطيني أيها الإخوة، الشعب الفلسطيني ملايين، إذا تجمعوا 20 مرتزق بإيحاء
من جهات أخرى. طيب هؤلاء لا يمثلون الشعب الفلسطيني. حتى انتبهوا البيان اللي أصدره محمود عباس، من أيده؟ حماس. الآن إسماعيل هنية يتصل بعباس يؤيد بيانه اللي يشجب اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة. أنتوا إذا تتكلمون مع بعض وإذا يهمكم الشأن الفلسطيني والمصالح العليا للشعب الفلسطيني، لماذا لم تتفقوا على أين وحدة الصف؟ أين وحدة الكلمة؟ أين القيادة الموحدة إذا تهمكم مصالح الشعب الفلسطيني؟ أما أن هنا قضية، وجدت أن هناك من فتح آفاق لحل، من فتح آفاق لإيقاف المتاجرة بالقضية الفلسطينية، من تبنى مشروع يقول كفى معاناة للشعب الفلسطيني، من تبنى مشروع يوقف موضوع ضم 30% من أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل، وأعاد إحياء مشروع حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية أعاد للحياة، وجعل أقنع الإدارة الأمريكية بأن هذا هو المسار الصحيح. طبعاً بكل وضوح نحن نقول نحن لا نملك حق أن نفاوض باسم الفلسطينيين، لكن واجبنا أن نساعدهم وأن ندعمهم في خياراتهم. وخيار، انتبهوا، خيار حل الدولتين هو خيار فلسطيني وجد دعم عربي. موقفنا نحن ندعمه، نحن أعدنا إحياء هذا الخيار اللي تبنت القيادة الفلسطينية، أعدنا إلى الطاولة، أعدنا إلى الحياة. الآن دورهم هم، مسؤوليتهم أن يجلسوا على طاولة المفاوضات ويضعوا مطالبهم، وسيجدوا كل الدعم من الإمارات ومن جميع الدول العربية. ولهذا أنا أقول يعني اللي أتمناه أن ندرك أن الإمارات اليوم لابد أن نفهم أنها استطاعت أن توصل رسالتها للجميع. وأنا اليوم كإماراتي أفخر بأن هذه المبادرة اللي قامت بها الإمارات باتفاقية السلام، أن العالم استمع للإمارات، العالم بمختلف مكوناته. طيب واستطعنا أن نوصل هذا الصوت، صوت السلام، صوت الواقعية، الواقعية السياسية، صوت الحق الفلسطيني وتبني مشروع الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، أن العالم استمع له الإمارات، وأن الإمارات تمكنت طيب برصيدها وبقيادتها من إقناع الإدارة الأمريكية بأن المنطقة كلها بحاجة إلى أمن واستقرار وسلام يقوم على حل الدولتين وعلى منح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كاملة. نحن اليوم نفتخر معارضين فيه، نعم، لكن هؤلاء المعارضون مثل ما ذكرت لكم هذا تصنيفهم. بالعكس، وجود هؤلاء المعارضين عزز من قناعتنا بصحة الطريق وصحة المبادرة، لأن لو هؤلاء أيدونا سنشك في مواقفنا وسنتخوف أن نحن سلكنا طريق آخر. هؤلاء اللي يتبنون خطاب أو محور الممانعة والمقاومة، هؤلاء هم أكثر من ضحى بدماء الشعب الفلسطيني طيب وعمل على تمزيق وحدة الصف الفلسطيني. نحن اليوم نداءنا ندعو القيادات الفلسطينية إلى وحدة الصف، ندعوها إلى أن تجلس وأن تتحاور فيما بينها وأن تقدم صوت فلسطيني واحد يمثل الشعب الفلسطيني للعالم، وأن تذهب إلى طاولة المفاوضات بقوة بوحدة فلسطينية أولا، وبدعم عربي ثانيا، وبمساندة دولية ثالثا.